نرجع بالسنين لورا لحد 94. ساعتها بيزوس كان بقاله سنة متجوز من ماكنزي، البنت اللي بيحبها بقاله كذا سنة، وبيشتغل شغلانة محترمة كده نائب رئيس شركة دي إيشاو، شركة استثمارية محترمة من بتوع وول ستريت، منصب كويس بالنسبة لحد لسه صغير عنده 30 سنة، يعني حياته كانت مستقرة، بس هو ما كانش مبسوط. بيزوس كان بيحلم إنه يبقى هو صاحب البيزنس بتاعه، ما يشتغلش عند حد. وكان عنده فكرة، فكرة كانت ساعتها مجنونة. بيزوس كان عايز يبيع الكتب عن طريق الانترنت أونلاين، يعني بمعنى آخر يعمل متجر إلكتروني لبيع الكتب وتوصل لك بالبريد لحد البيت. ليه مجنونة سلامة؟ هقولك، عشان سنة 94 محترم الانترنت ما كانش بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي، ولا كان منتشر، وما كانش لسه وصل لكل دول العالم. خليني أقولك إن طبقا لمؤسسة البيانات الدولية IDC وموقع researchgate.net في ديسمبر سنة 95 ما كانش فيه غير 16 مليون جهاز متصل بالانترنت بس في العالم، فما بالك قبلها بسنة وقت ما جات له الفكرة. بس بيزوس كان بيحلم وعنده نظرة للمستقبل، وفعلا سابه من كل الإحباطات وكلام الناس، وساب شغلانته الأساسية القديمة واستقال بعد ما كان نائب رئيس الشركة، وساب نيويورك كلها تما وانتقل لولاية واشنطن اللي أسس فيها شركته في 5 يوليو 94 في جراج بيته اللي ساكن فيه بالإيجار. بيزوس استلف شوية فلوس من أهله اللي هم حوالي كده 250,000 دولار عشان يقوم البيزنس بتاعه من الصفر، ومش محتاج أقولك إن رقم زي ده في الوقت ده كان عامل إزاي. بس اشمعنى الكتب؟ هقولك، اختيار الكتب ما كانش عشوائي. في الفترة دي بيزوس كان مشغول دايما بالقراية عن الاختراع الجديد اللي اسمه الانترنت والإمكانيات المهولة اللي ممكن تطلع منه. بيزوس كان في الأساس همه إنه يلحق قطر الانترنت وهو لسه بيتحرك قبل ما يطير. وفعلا ساعتها بيزوس كان لسه مخلص تقرير بيتوقع إن التجارة الإلكترونية هتتضاعف بحوالي 2300% معدل سنوي على فكرة، فقال أنا لازم يبقى لي نصيب في الحوار ده. فعمل لستة بـ20 منتج ممكن يبيعهم أونلاين، وبعدها فلترهم لخمسة بس، وكانوا أقراص البيانات المضغوطة وقطع وأجزاء الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وفيديوهات ومحتوى مرئي وآخر حاجة الكتب. ساعتها عمل دراسة جدوى واختار الكتب، أولا بسبب الطلب الكبير على الأعمال الأدبية عموما، وثانيا بسبب التكلفة المنخفضة للكتاب الواحد، وثالثا وفرة الاختيارات المعروضة. وبعد ما قرر أنه هيتعامل في الكتب بدأ يكتب خطة عمل بتاعته، أو اللي هو يعني البيزنس موديل أو البيزنس بلان اللي هيمشي عليها. وساعتها كان مسافر على الطريق من نيويورك بعد ما خد الفلوس من أهله ورجع لسياتل في واشنطن، ودي كانت مسافة كبيرة قوي بعرض أمريكا، وفيها كتب خطته اللي بدأ بها أمازون في الطريق وعليه دارة العجلة. وخلينا أقول لك إن طبقاً لمقالة من الذي يكتب قواعد بيزنس الإنترنت واللي اتنشرت في مجلة فاست كامباني في نوفمبر 96 للكاتب ويليام تيلر، في الأول الشركة كان اسمها كادابرا، واللي جاية من كلمة أبرا كادابرا اللي بيستخدمها السحرة في قصص الأطفال لما بيحاولوا يظهروا يعني حاجات من العدم. بس بعدها بسنة غير الاسم لأمازون، وده لثلاث أسباب. أولهم إن كادابرا اسم تقيل كده ويلخبط، وقريب من كلمة كادافرا الإنجليزية ومعناها الجثة الميتة. وتانيها عشان الاسم بيبدأ بحرف الإيه، شمعنا إيه يا سلامة؟ عشان ساعتها قوائم المواقع على الإنترنت كانت بتظهر بالترتيب الأبجدي، والإيه أول حرف في الإنجليزي زي ما أنتوا عارفين طبعا، فبالتالي لما يكون الموقع بتاعك بحرف الإيه هيظهر في الصفحات الأولى قبل أي موقع تاني. وتالت سبب بقى هو اختيار كلمة أمازون بالتحديد نسبة لنهر الأمازون في أمريكا الجنوبية، واللي يعتبر أكبر نهر في الكوكب، وده اللي كان بيتمناه للبزنس بتاعه، وهو إنه يكون أكبر متجر على الإنترنت. وفي 1995 بدأ بيزوس حلمه وظهر الموقع باسم amazon.com على الإنترنت. بس الموضوع ما كانش سهل برضه، مشروع أمازون كان لسه جديد من نوعه، وبيزوس والموظفين اللي معاه ما كانوش لسه عارفين أبعاد الموضوع ومتطلباته، فكانوا بيتعلموا وهم بيشتغلوا، لدرجة إن بيزوس واللي معاه كانوا بيغلفوا الكتب بنفسهم وبيوصلوهم لمكتب البريد بعد ما تجيلهم الطلبات أونلاين. بس على الأقل العجلة بدأت تتحرك وتدور، وأول شحنة عملتها أمازون كانت في يوليو 95، وشوية بشوية لقوا نفسهم محتاجين لعمال توصيل مخصوص فبدأوا يوظفوا، ولما لقوا نفسهم محتاجين لمساحة تخزين اشتروا مستودع، وهكذا بتقابل مشكلة بتحلها وبتتعلم منها، المهم انك تبدأ. بس التخبط ده كان ليه تأثير على سير العمل شوية، وشك كتير من المستثمرين في أمازون في بدايتها طبعا، ووصفوها بأنها
حلم آخر في عالم الإنترنت. حيموت بعد ما تقضي عليه متاجر بيع الكتب الكبيرة زي بوردرز وبارنز النوبل، وده على حسب كلام CNN. وعلى فكرة بيزوس نفسه كان بيحذر المستثمرين بتوعه بأن في احتمال 70% أن مشروعه يفشل ويفلس، بس في نفس الوقت كان مصر على أنه ينجح وحط أولوية وهي أنه يبني علامة تجارية مميزة لشركته. في حوار صحفي سنة 97 لمجلة INC Incorporated، بيزوس قال: ليس هناك شيء في نموذج العمل الخاص بنا لا يسهل تقليده بسهولة على مر الزمن كما تم تقليد ماكدونالدز، ومع ذلك ماكدونالدز مستمرة وتقدر بمليارات، وسبب ذلك هو اسم العلامة التجارية البراند، لأن الأسماء التجارية لها أهمية أكثر على الإنترنت مما هي عليه في العالم المادي. وزي ما قال بيزوس، أمازون فضلت مكملة وناجحة بفضل تركيزها على أنها تكون علامة تجارية موثوقة بالنسبة للعملاء بتاعتها. تشوفها تطمن من الآخر كده. طب عمل ده إزاي؟ واتش إت.